اهلا بكم ابناء الاعزاء، والله بصف الثاني الاعدادي. ان شاء الله النهارده مع بعض هنحل important questions بتاعت unit 1. هنبدا الاول بالmultiple choice questions، نبص مع بعض كده في الاسئله. السؤال الاول بيقول لي if x minus 1 is one factor of the expression x squared minus 4x plus 3 then the other factor is. هنا بنعمل ايه؟ بنعمل factorization لل expression اللي مديهول للمقدار ده. نعمل له factorization ونشوف add x squared minus 4x plus 3. لما عمل له factorization بقول له one factor منهم يعني في قوس منهم x minus 1، التاني هيكون ايه؟ طبعا 3 times 1 equal ايه؟ 3D equal 3 times 1 3D equal 3 times 1. طب والاثنين هياخدوا إشارة إيه؟ هنا عندي الأخير ده بوزيتيف، يبقى الاثنين هياخدوا نفس الإشارة بتاعت اللي في النص، يبقى الاثنين نيجاتيف، يبقى الإجابة بتاعتي الفاكتور اللي ناقص X minus 3 اللي هو D. بعد كده X plus FX plus 3 is one factor of X square plus X minus 6 then the other factor A. نفس الكلام add x square minus x minus 6 هنعمل factorization، القوس الاول كان x plus 3، طب التاني هيكون ايه؟ انا عندي 6d equal 3 times 2، ادي 2 اهي تمام، والحد الاخير اللي هو last term ده negative، فطالما negative يبقى انا عايز عددين بعملهم multiply يديني 6 واعملهم minus يديني ايه 1، يديني ايه 1، والعدد الكبير بياخد إشارة اللي في النص، يعني إيه 3 خدت بوزيتيف، يبقى التانية العكس بتاعها، يبقى X minus 2، يبقى الإجابة هنا X minus 2. بعد كده إبز إكسبريشن X square minus CX plus 12 can be factorized، هو ممكن أعمله فاكتورايز، يبقى الـ C دي هتبقى إيكوال إيه؟ طيب أنا عندي 12. add x sub x 12 دي يا اما 4 times 3 يا اما 6 times 2 يا اما 12 times 1، نبدا في 4 و 3، add 4 و 3 الاخير بوزيتيف، يبقى الاثنين هنا هيكونوا ايه؟ نفس ايه الاشاره بتاعت النص، يبقى نيجاتيف، يبقى 4 دول 4x ودول 3x بس الاثنين نيجاتيف طبعا، هيبقى نيجاتيف 7x مجموعهم مع بعض، يعني السي ممكن تنفع ايه 7 اللي هي الإجابة C 7. السؤال اللي بعد كده بيقول إبز إكسبريشن إكس سكوير بلس إي إكس ماينس 12، نفس السؤال اللي فات أد إكس سكوير بلس إي إكس ماينس 12، طبعا هنعمل له فاكتوريزيشن، الفاكتوريزيشن بتاعنا قلنا هنا 12 هنا نيجاتيف، يبقى برضه 4 تايم 3 و 6 تايمز 2 و 12 تايمز 1، ونجرب ادي x و x ادي 4 و 3، الكبير بياخد اشارة النص، النص هنا بوزيتيف، يبقى الكبير ده 4x بوزيتيف دي نيجاتيف، دول كده 4x بوزيتيف ودول مع بعض نيجاتيف 3x، اجمعهم على بعض يديني 1x او x، مين فيهم تنفع 1x بوزيتيف كده ايه؟ ما فيش 1x بوزيتيف. طب جيت ايه رحت ايه غيرت حاجة كده، خليت الفور نيجاتيف على اساس ان اللي في الاول ده اللي في النص ده ممكن يكون نيجاتيف مش بوزيتيف، خليت الفور نيجاتيف ودي بوزيتيف، دي هتبقى نيجاتيف 4x ودي هتبقى 3x، اجمع دول مع بعض هيديني نيجاتيف x نيجاتيف 1x، يعني الكوفيشنت اوف x العدد اللي جنب الاكس نيجاتيف 1، يعني ايه ايكوال نيجاتيف 1، في نيجاتيف 1 عندي يبقى خلاص كده ايه مش الحل ده معايا، يبقى بجرب كل عدد من دول مرة اخلي ده بوزيتيف مرة ده نيجاتيف واعكس المرة اللي بعدها، بعد كده اجرب على 6 و 2 12 و 1 لحد ما اوصل للاجابة عدد موجود في الايه في الانسرز اللي عندي تمام. شوف السؤال اللي بعد كده بيقول لي the expression x square plus 7x plus b can be factorized if b equal a تمام، هنا b دي بوزيتيف، لو انا حطيت 3 ما انا هجرب كل الاعداد 3 3 دي 3 times 1
تديني 7 طبعا لا 4 تايمز 1 تديني 7 لا و 2 تايمز 2 تديني 7 برضو تدينيش 6 تايمز 1 تديني 7 و 3 تايمز 2 تديني شو بخلينا في ايه 6 تايمز 1 يبقى خلاص هي 6 اللي تنفع يبقى انا بجرب واحده منهم واشوف عددين اعمل لهم ملتبلاي يديني اللي في النص ده مجموعهم يديني في النص اعمل لهم ملتبلاي يديني ايه العدد اللي هنا ده او ايه والمجموع بتاعهم يديني اللي في النص بعد كده اكسبريشن اكس سكوير بلس 5 اكس بلس ام كان بي فاكتورايز بنفس الشكل اهو لو انا خليت 12 دي قلنا 3 تايمز 4 6 تايمز 2 12 تايمز 1 عايز عددين 3 تايمز 4 12 طب 3 بلس 4 7 مش موجوده 7 في النص 5 طب 6 بلس 2 8 لا مش 8 يبقى خلاص ما تنفعش 7 7 دي 7 تايمز 1 طب 7 بلس 1 8 لكن دي 5 ما تنفعش نيجاتيف 14 نيجاتيف 14 اركز في نيجاتيف 14 دي 7 تايمز 2 لو عملت له ماينس عشان الاخير هيكون نيجاتيف هيديني 5 خلاص يبقى هي النيجاتيف 14 واعمل لها فاكتوريزيشن عشان نتاكد من الكلام ده عشان ما حدش يقول لي ايه كلامك ده ممكن يكون في شيء من الخطا نعمل فاكتوريزيشن كده ادي اكس اكس وهنا 7 وهنا 2 7 هتبقى نيجاتيف بوزيتيف و2 تبقى نيجاتيف على اساس 7 تبقى نفس الاشاره بتاعت اللي في النص بس كده خلصت نروح للسؤال بعد كده بيقول لي which of the following numbers can be added to expression x squared minus 5x plus 5 to be factorized مين في الاعداد دي ممكن اضيفه لده عشان يبقى ليه فاكتورايزيشن هو x squared minus 8x بلس 5 لو ضفت ال 5 1 هتبقى 6 طب 6 دي 6 تايمز 1 و 3 تايمز 2 يدوني 8 مجموعهم لا يبقى كده ايه دي مش هتنفع نشوف 2 يبقى 5 بلس 2 انا بزود على ال 5 5 بلس 2 7 طيب 7 بلس 7 تايمز 1 ايكوال 7 7 بلس 1 ادتني 8 تمام يبقى 2 تنفع بس خلصت كده بحكي هذا النمبر كان بي اد تو اكسبريشن اللي بعده 2 اكس سكوير ماينس بلس 5 اكس ماينس 10 اضيف نيجاتيف 1 تبقى نيجاتيف ايه 11 اجرب اعمل لها فاكتوريزيشن 2 اكس و اكس 11 دي 11 تايمز 1 خليت 11 هنا و 1 هنا دي 11 اكس ودي 2 اكس اعمل له ماينس ما ادانيش 5 يبقى كده دي ايه مش هتنفع نجرب ايه النيجاتيف 2 هضيفها على على النيجاتيف 10 تبقى نيجاتيف ايه 12 يبقى 2 اكس سكوير بلس 5 اكس ماينس 12 واجرب برضو ادي 2 اكس واكس 12 دي 4 تايم 3 و 2 تايم 6 و 12 تايمز 1 هنجرب برضو هنجرب كله خلي بالكوا عشان خاطر ايه اوصل لاجابه مظبوط خليت الفور هنا والثري هنا دي هتبقى 4x ودي 6x اعمله ماينس يديني 2 مش هينفع طب اغير ابدل خلي 4 هنا وخلي 3 هنا دول 4 تايمز 2 8 ودول 3x اعمله ماينس يديني 5 دي بقت كده 8x ودي 3x وهشوف الساينز دلوقتي دي تبقى بوزيتيف ودي تبقى نيجاتيف كده مشيت معايا كده ايه تمام مفيش مشكله خالص إيه حصل لها فاكتورايزيشن يبقى الاجابه بتاعتي نيجاتيف 2 الحمد لله ان ما جربناش الباقيين تمام واحده واحده السؤال اللي بعد كده بيقول لي ايه ده فاكتورايز عادي خالص 5x سكوير ماينس 7x ماينس 6 وهو عامل لي ايه الفيرست ايه فاكتور اللي هو x 5 هنا هيبقى في x واشوف 3 تايمز وات ايكوال 6 3 تايمز 2 والاخير ده نيجاتيف يبقى واحد ده بوزيتيف والتاني لازم تبقى زي اللي في النص نيجاتيف نشوف الكلام بتاعنا مظبوط ولا لا كده دي نيجاتيف 10x ودول 3x اعمل لهم بلس دول يديني 7x اللي هي في النص نيجاتيف 7x يبقى كلامي مظبوط تمام يبقى كده قلنا x ماينس ايه 2 ومن غير ما اعمل الفيلم ده كله اللي انا عملته خلاص اهي هنا في 3 تايمز مين في دول تديني 6 3 تايمز 2 بس ايه المشكله لازم ايه اشوف الكلام ده مظبوط ولا لا
اعمل ايه ال 2 نيجاتيف 2 تايمز 5 واعمل 3 تايمز اكس واجمع واشوف تديني نيجاتيف 7 ولا لا عشان اتاكد، لانه ممكن تنفع نيجاتيف 2 على اساس تغير الاشاره بتاعه النيجاتيف هنا تخليها بوزيتيف. تمام، احنا كده فهمنا ايه حليناها ازاي. السؤال اللي بعد كده بيقول لي 2a minus 5 تايم 3a minus 2 تديني 6a سكوير بلس k a بلس 10. بص معايا ركز كويس، ادي two a minus five وهنا three a minus two اللي في النص ده الميدل ده بجيبه من فين؟ بجيب بعمل دول ملتبلاي يبقى نيجاتيف فايف نيجاتيف فايف تايم three a نيجاتيف فيفتين a، وبعمل دول ملتبلاي نيجاتيف فور a، اجمع نيجاتيف فور a ونيجاتيف فيفتين a يديني نيجاتيف ناينتين a، يبقى الاجابه هنا ايه؟ k هنا نيجاتيف ناينتين. تمام، السؤال اللي بعد كده بيقول لي x سكوير ماينس 2x y بلس y سكوير ايكوال 25. اللي في الاول ده لو انا عملت له فاكتوريزيشن هيبقى x ماينس y و x ماينس y لان ده بيرفكت سكوير، يبقى x ماينس y سكوير ايكوال ايه 25، يبقى x ماينس y هتبقى سكوير روت positive or negative square root of 25، تبقى positive or negative 5. الإجابة positive or negative 5. هنا عملنا square root بتاع الناحيتين عشان أحصل على قيمة ال x minus y واحدة. تمام، نروح للسؤال اللي بعد كده بيقول لي if x square plus y square equal 9 و xy equal 4 عايز x minus y square، نفك x minus y square دي ليها فكة، الفكة يا اما اعمل ايه؟ اقول x minus y times x minus y وابدأ اعمل x times دول و y times دول، دي الطريقة الايه؟ الطريقة بتاعت الناس الايه اللي هم واحدة واحدة، لكن الناس اللي فهمة كويس وفهمت ماس بتاع تاني اعداد وقول اعدادي ليها طريقة اسرع. first square يبقى x square first times second times 2 يبقى negative 2xy، بعد كده y square دي positive، كده انا فكيتها. ارتب زي ما هنا x square plus y square خليهم مع بعض، وادي negative 2xy وحدها، دول equal ايه 9 والxy لوحدها equal 4، يبقى دي 9 minus 2 times times mean الxy ب 4. تمام، بنحل المالتيبليكيشن الاول يبقى 9 ماينس 8 ايكوال 1، يبقى الاجابه هنا عندي ايه؟ اكس ماينس واي سكوير هتديني 1. السؤال اللي بعد كده بيقول لي اكس سكوير بلس كي اكس بلس 36 از بيرفكت سكوير، عايز كي، كي ده موجوده في الميدل، ميدل تيرم، احنا قلنا الميدل تيرم ده بنجيبه ازاي؟ ميدل تيرم بيجيبه ازاي؟ positive or negative first term times third term positive or negative 2 طبعا 2 times first term اللي هو ايه؟ x square third term اللي هو 36، يبقى positive or negative 2 times x times 6 يبقى positive or negative 12x. والسؤال ده مر علينا في الامتحانات كتير جدا، يبقى كي positive or negative 12. السؤال اللي بعد كده بيقول لي the missing term in the expression 9x squared plus space plus 16y squared to a perfect square، برضو نفس السؤال، انا محتاج هنا ايه؟ middle term، قلنا middle term positive or negative 2 times square root of first يبقى 9x squared square root of third اللي هو 16y square، ادي positive or negative 2 and 9x square تبقى ايه 3x السكوير رول بتاعها، و 16y square تبقى ايه 4y، نعمل لدول multiply في بعض كده تبقى positive or negative 2 times 3 6 times 4 24، يبقى 24xy، يبقى الميدل هيبقى positive or negative 24
اكس واي، فين 24 اكس واي اهي، وموجودة بوزيتيف تمام، موجودة نيجاتيف تمام، الاثنين صح. نروح للسؤال اللي بعد كده، بيقول اف اكس كي اكس سكوير بلس 12 اكس بلس 9 از بيرفكت سكوير. عايز كي، كي هنا انا عايز الفيرست تيرم، فيرست تيرم ده قلنا بنجيبه ازاي؟ ميدل سكوير يبقى 12 اكس سكوير اوفر 4 تايمز ثيرد 4 تايمز 9، يبقى كده ميدل سكوير بدل ما اقول 12 سكوير ايكوال 144 وابدا احسب، لا اكتب 12 تايمز 12 اكس سكوير، وادي ايه 4 تايمز 9، 4 ديفايد باي 4 هنا 1، وهنا ديفايد باي 4 ايكوال 3، وهنا 9 ديفايد باي 3 ايكوال 3، وهنا 12 ديفايد باي 3 ايكوال 4، و 3 ديفايد باي 3 1، وهنا ديفايد باي 3 ايكوال 1، يبقى 4 اكس سكوير. يبقى كده كي هنا هتديني ايه 4، كي هتبقى ايه الاجابه بتاعتها 4. السؤال اللي بعد كده بيقول لي واي سكوير بلس 12 واي بلس ام از بيرفكت، هنا برضو عايز ثيرد تيرم ايكوال ايه ايكوال ميدل سكوير، يبقى 12 واي سكوير over 4 times the first، يبقى 4 y square، يبقى 12 times 12 y square over 4 y square، y square تروح مع y square، و 4 divided by 4 هنا 1 و divided by 4 هنا 3، تبقى كده 3 times 12 يبقى 36 بس مفيش حاجة معايا تاني، يبقى الإجابة positive 36. السؤال اللي بعد كده بيقول لي x سكوير ماينس a ايكوال x ماينس 4 x بلس تايمز x بلس 4، دي طبعا ايه difference between two squares، difference between two squares، يبقى ايه first square ماينس second square، يبقى الاي دي هتكون كام 4 سكوير اللي هي 16، اللي هي ايه 16، خلي بالك بس هنا 16 بوزيتيف، ليه؟ لانه في نيجاتيف هنا، لو حضرت لي هنا بوزيتيف a كنت هاخد نيجاتيف 16، لكن انا ايه بختار 16 بس هنا. السؤال معك بيقول لي اف اكس ماينس واي ايكوال 3 اكس بلس واي ايكوال 6، عايز اكس سكوير ماينس واي سكوير، اكس سكوير ماينس واي سكوير دي اكس ماينس واي تايمز اكس بلس واي، لان هذا difference between two squares، اكس ماينس واي دي 3 واكس بلس واي 6، يبقى 3 تايمز 6 ايكوال 18، يبقى الاجابه عندي دي اكس. السؤال اللي بعده شبهه، اكس سكوير ماينس واي سكوير ايكوال 16 واكس بلس واي ايكوال 8، نعمل فاكتوريزيشن يبقى اكس ماينس واي واكس بلس واي، هنا دي 16 واكس ماينس واي انا ما اعرفهاش لكن عارف اكس بلس واي 8، ادي 8 اهي، يبقى اعمل ديفايدد باي 8 يبقى اكس ماينس واي هتبقى 16 ديفايدد باي 8 هتديني ايه 2. السؤال اللي بعد نركز كويس جدا، بيقول لي 75 سكوير ماينس 25 سكوير، هنستفيد من مين؟ من الديفرنس بين تو سكويرز في الفاكتوريزيشن، يبقى 75 سكوير تبقى 75 هنا و 75 هنا، 25 السكوير بتاعها 25 سكوير تبقى 25 هنا و 25 هنا، واحده نيجاتيف واحده ايه بوزيتيف، النيجاتيف دي 50 والبوزيتيف دي ايه 100، يبقى اللي ناقص عندي ايه 50، اكتبها. السؤال بعد كده بيقول لي اكس بلس واي اكس بلس 1 تايمز اكس سكوير ماينس اكس بلس 1، دي سم الفاكتوريزيشن بتاع سم اوف تو سكويرز، على طول عمياني دي فيرست سكوير يبقى اكس سكوير، فيرست كيوب اكس كيوب، بلس عشان دي بلس، بعد كده 1 كيوب يبقى 1، يبقى اكس كيوب بلس 1. برضو اللي بعده بيقول ايه، بيقول لي اكس بلس واي ايكوال 3 اكس سكوير ماينس اكس واي بلس واي سكوير ايكوال 5، عايز اكس كيوب بلس واي كيوب، دي لو عملت لها فاكتوريزيشن تبقى اكس بلس واي
وهنا حتبقى اكس سكوير ماينس اكس واي بلس واي سكوير. الاولى ايكوال 3 والثانيه 5، يبقى دول الملتبلاي بتاعهم 15. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ايه كيوب ماينس بي كيوب ايكوال 64، والمقدار ده ايكوال 16، عايز ايه ماينس بي. لو عملنا فاكتورايزيشن لده هيبقى ايه ماينس بي تايمز اي سكوير بلس اي بي بلس بي سكوير، بيبقى فيرست سكوير اهو فيرست تايمز سكند with different sign، first times second with different sign، يبقى a times b و a و plus، لكن second square يبقى b square. دي 64 اللي هي a cube a cube minus b cube، و a المقدار ده equal 16، add 16 وانا عايز a minus b، يبقى a minus b تبقى equal 64 divided by 16 equal طبعا ايه equal 4. السؤال اللي بعد كده بيقول لي x cube plus y cube equal 28 و x plus y equal 2، عايز قيمة المقدار ده. نعمل factorization ل x cube plus y cube الاول، ادي هتبقى x plus y، وهنا x square بعد كده first time second with different sign يبقى negative xy، بعد كده second square يبقى y square. مديني دي 28 و x plus y دي equal 2، عايز x square minus xy plus y square. قيمة المقدار ده اللي هو ده x square minus xy plus y square هيبقى كده equal 28 divided by 2 equal a 14. السؤال اللي بعد بيقول لي find a، طبعا value of a قيمة a x cube minus a، هنا x minus 5 times x square plus 5 x plus 25. ده طبعا factorization بتاع مين؟ difference between two cubes، يبقى a هنا equal مين؟ equal 5 cube، 5 cube equal 125. السؤال اللي بعد بيقول لي x cube plus 8 equal x plus 2 times x square plus k plus 4. k هنا ده بيكون first times second with different sign، يعني بيبقى negative 2x first times second with different sign، ده في الفاكتوريزيشن بتاع مين؟ sum of two cubes. السؤال بقى بيقول لي the expression x to the power 4 plus 4 can be factorized as a perfect square by adding the term and its additive inverse. هضيف ده ايه الكومبليتنج سكوير، ده انا بضيف ايه؟ بضيف بوزيتيف، بضيف بلاش بوزيتيف ونيجاتيف، بضيف 2 تايمز سكوير روت اوف فيرست اللي هو اكس تو باور 4 تايمز سكوير روت اوف سكند اللي هو ايه 4، يبقى كده انا هضيف 2 تايمز 2 اكس سكوير هتبقى 4 اكس سكوير، يبقى انا هزود عليه 4x سكوير واطرح منه 4x سكوير يديني ايه؟ اقدر اعمل له فاكتوريزيشن باستخدام البيرفكت سكوير. x equal to is one of the roots of the equation x squared plus 3x plus k، يعني معناها انا لو شلت x وحطيت بدلها 2 المقدار ده هيبقى equal 0. طيب x سكوير يبقى 2 سكوير بلس 3x يبقى 3 تايمز 2 بلس كي ايكوال 0، يبقى 4 بلس 6 بلس كي ايكوال 0، يبقى 10 بلس كي ايكوال 0، يبقى كي ايكوال نيجاتيف 10، اوديها الناحيه الثانيه تبقى نيجاتيف 10. if 2 is the solution of the equation x squared minus 5x plus a ايكوال 0، نفس الكلام اشيل a x واحط بدالها a 2، يبقى 2 سكوير minus 5 times 2 plus a equal 0، يبقى 4 minus 10 plus a equal 0، يبقى negative 6 plus a equal 0، يبقى a equal 6. خلصنا كده السؤال ده، نروح للسؤال اللي بعده.
هنا بيقول لي the solution set of the equation x square minus 9 equals 0. طبعا اعمل لها factorization الاول. هنا هتبقى x x 3 3 واحدة نيجاتيف واحدة بوزيتيف. يا اما x plus 3 equal 0 or x minus 3 equal 0. هنا x هتبقى equal negative 3 وهنا x هتبقى equal 3. يبقى solution set negative 3 و 3. السؤال اللي بعده x square plus 1. دي ملهاش factorization in R عشان دي sum of two squares. يبقى دي solution set بتاعها 5. اول ما تلاقي x square plus عدد يبقى ملهاش factorization. x square plus عدد. طيب اللي بعده بيقول لي solution set of x square minus 3 equal 1. حد x square minus 3 equal 1. ناخد ال 1 الناحية التانية. تبقى x square minus 3 minus 1 equal a 0. تبقى x square minus 4 equal a 0. نعمل factorization لدي. تبقى x 2 2. واحدة نيجاتيف واحدة بوزيتيف. يا اما x plus 2 equal 0. يا اما x minus 2 equal 0. هنا x هتبقى equal negative 2. وهنا x هتبقى equal 2. يبقى solution set negative 2 and 2. السؤال اللي بعد كده بيقول لي the solution set of x square minus x equal 0. x square minus x equal 0. بناخد x highest common factor. هنا x square divided by x equal x و x divided by x equal 1. يا اما x equal 0 يا اما x minus 1 equal 0. يبقى هنا x هتبقى equal 1. يبقى solution set 0 and 1. 0 and 1. السؤال اللي بعده شبه ده بالظبط. x square minus 6x equal 0. هناخد x highest common factor. هتبقى معي x square divided by x x و 6x divided by x 6 equal 0. يا اما x equal 0 او x minus 6 دي اللي equal 0. يبقى هنا x equal 6. يبقى 0 and 6. السؤال اللي بعد كده بيقول if the age of احمد now x. هو عمره دلوقتي x. then his age 3 years ago من 3 سنين فات. يبقى x minus 3 السؤال اللي بعد كده بيقول لي if the age of سهام now x plus 5. عمرها دلوقتي x plus 5. بعد كده her age 5 years ago. يبقى هنقص من دي 5 من 5 سنين فات. هيبقى كده ايه عمرها كان x. بعد كده if the age of خالد after 4 years is x. بعد 4 سنين كان x. يبقى عمره دلوقتي هيبقى ايه؟ هيبقى x minus 4. x minus 4 لانه عمره بعد 4 سنين x لكن دلوقتي يبقى x minus 4. بعد كده if the age of احمد 5 years ago من 5 سنين فاتوا كان x. يبقى عمره دلوقتي ايه؟ يبقى x plus 5 او 5 plus x. السؤال اللي بعد كده بيقول لي if the sum of ages of احمد and محمد now is 10. عمرهم هما الاثنين دلوقتي 10. then the sum of their ages after 5 years هيبقى كام؟ هما الاثنين دلوقتي عمرهم 10 مع بعض. هما الاثنين بعد 5 سنين هيبقى كل واحد منهم هيزيد 5 سنين. يبقى هما الاثنين مع بعض هيزيدوا ايه؟ 10 تاني. كل واحد 5 هيبقى عمرهم هما الاثنين مع بعض 20. عمرهم هما الاثنين مع بعض 20. بعد كده 3 times the square of the number. square of the number add square of the number اهو x square. 3 times يبقى 3x square. 3x square. وبكده يكون خلصنا حل multiple choice وانتهينا منهم 40 سؤال بتاع unit 1. اعتقد انهم مهمين جدا نفهمهم كويس. اتمنى تشتركوا معنا في القناة وتشتركوا معنا على المنصة. هتلاقوا على القناة احنا حلينا كل الامتحانات بتاعة الجبرة والجيومتري بالكامل. وبرضو على المنصة ان شاء الله هتلاقوا معنا ايه باقي المراجعات اللي احنا بننزلها كلها ان شاء الله. شكرا ليكم والى اللقاء.